في تركيا وعقد ربما بعض الاتفاقيات ما زالت ما تجسدتش مع تركيا، ثم اليوم يتقابل مع قطر، اذا ثم تغيرات اقليميه برشا، وكانه الكوموند احنا ولا التعليمات ما زالت واقفه على مقابل هذه التغيرات الاقليميه الكبيره. احنا قبل كنا نحكيو على الاجندات، ما حكينا كان على الاجنده نتاع بعض الدول الخليج، ما حكيناش على الاجنده نتاع الولايات المتحده الامريكيه ورؤيتها للوضع في تونس وعلى فرنسا وعلى اوروبا بصفه نحكيو كان فالاجندات هذه كلها المتصارعه الكلها راية الكلها عندها مصالح وعندها رؤى للوضع في تونس والوضع في المنطقه. عندما نسمع لو كوميسار اوروبيان الاتحاد الاوروبي دي دروا دلوم يضر لي ولا معناها يقول انه التمديد اسمع فيه التمديد في اجال الحاله الاستثنائيه في تونس شيء شنيع وشيء ارعبني. اذا يقولها واحد مسؤول في اكبر معناها تجمع اقتصادي وسياسي في 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 في, في, في العالم معناها مش سهل، مش هذه رؤيه، هذه تنم على رؤيه. وعندما يبعث الولايات المتحده الامريكيه بعد لقاء تليفوني مع الرئيس قيس سعيد بساعه مع مستشار الامن القومي، ثم يبعث معناها جبهه كامله فيها نائب مستشار الامن القومي ومعاه ديليغاسيون معناها نتاع معناها مجلس الشيوخ، معناها هذايا مش اجنده، هذه مش رؤيه، لانه الولايات المتحده الامريكيه ما تعرف معناها التجربه الديمقراطيه في العالم العربي وفي البلدان هذيا كانت من ركائز سياستها الخارجيه، من ركائزها. واذا تخسر تونس بعد ما خسرت سوريا وخسرت بعض مصر وكذا، فسياسه بناتها مده توا اكثر من عشريه تحت في الماء، وهذا يتسمى انا فو ديشاك معناها. فبالتالي كي نقراو معناها الصراعات هذيا والاجندات هذيا المختلفه والمتباينه، معناها نفهموا انه ما ثماش اجنده واحده وما ثماش فما اطراف اكيد، يعني ثم اجندات متسارعه، وان الرئيس اعطاهم فرصه باش يكون باش تكون منصه للتدخل. الرئيس اعطاهم فرصه ومش باش يخليه الرئيس، لانه يعني مش ما عادش الرئيس ربما ناسي او يتناسى انه لا معناها تونس ماهيش منعزله على العالم. ولا يمكن ان يحكم بمفرده، توا حتى الاوروبي حتى الدول العظمى تقرا 1000 حساب للدول الاخرى.